السلام عليكم، معكم ريما عتوق من الأكاديمية العربية الدولية. رح كون معكم اليوم بكورس إدارة الإنتاج والعمليات المتقدمة. خلال هذا الكورس رح نتعرف على إدارة الإنتاج والعمليات والفرق بين إدارة الإنتاج وإدارة العمليات. رح نشوف إنه في فرق بسيط بين الاثنين، وأيضا كمان رح نتعرف على وظائف إدارة الإنتاج والعمليات وأهميتهم داخل المنظمة. فإذا أولا رح نبدأ بإدارة العمليات. ما هي إدارة العمليات؟ إدارة العمليات هي مجال عمل معني بإدارة ممارسات العمل لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة داخل المنظمة. فهو ينطوي على التخطيط، التنظيم والإشراف على عمليات المنظمة لتحقيق التوازن بين الإيرادات والتكاليف وتحقيق أعلى ربح تشغيلي ممكن. يكلف مدير العمليات بضمان نجاح المنظمة في تحويل مدخلات مثل المواد والعمالة والتكنولوجيا إلى مخرجات بطريقة فعالة. فإذا بإدارة العمليات نحن بنكون عم نقوم بإدارة الأنشطة اليومية يلي بتسمح لنا بتحويل المدخلات أي المواد اللي نحن موجودة عنا، وطبعا استخدام اليد العاملة والتكنولوجيا المتاحة لدينا لحتى نقدر نوصل لإنتاج الناتج الأخير واللي هو المنتج اللي المنظمة بدها تقدمه بالسوق. ولكن بإدارة العمليات دايما بندقق على إنه نوصل بهذه العمليات لتقديم هذا المنتج بأكثر طريقة فعالة وبأقصى قدر من الكفاءة، لأنه كل ما كنا عم نشتغل بطريقة فعالة أكثر كل ما كنا عم نقلل خسائر هذه المنظمة وعم نستغل المواد المتاحة يلي بين إيدينا بطريقة بأقصى قدر لحتى نقدر نوصل لإنتاج هذا المنتج أو الخدمة وتقديمه للسوق. فإدارة العمليات هي إدارة الأنشطة التجارية اليومية، وذلك لضمان سلاسة وفعالية العمليات في المنطقة. وهو ينطوي على إدارة الإنتاج والتصنيع وتقديم الخدمات في المنظمة. كانت إدارة العمليات تسمى سابقاً إدارة الإنتاج، مما يوضح بوضوح أصولها في التصنيع. فتاريخياً بدأ كل شيء بتقسيم الإنتاج، بدءاً من زمن الحرفيين القدامى، ولكن انتشر على نطاق أوسع فقط بإضافة مفهوم قابلية تبادل الأجزاء في القرن الثامن عشر، مما أدى في النهاية إلى اندلاع الثورة الصناعية. فإدارة العمليات هي فرع الإدارة الذي يتعامل مع تصميم وتنفيذ ومراقبة عملية الإنتاج، أي تحويل المدخلات إلى الناتج باستخدام الموارد من أجل توفير السلع والخدمات المرغوبة للعملاء مع الالتزام بالسياسات التي تضعها إدارة المنظمة. فإذا بإدارة العمليات نحن عم نتعامل مع تصميم وتنفيذ ومراقبة إدارة الإنتاج لحتى نقدر نحن نوصل للناتج الأخير بأكثر طريقة فعالة ونقدر نقدمه للعملاء المنتج أو الخدمة. فإذا أصبحت إدارة العمليات الآن مجالا وظيفيا متعدد التخصصات في الشركة إلى جانب التمويل والتسويق. فإذا مثل ما قلنا إدارة العمليات هي فرع من الإدارة، يعني الإدارة مقسمة لكتير، مثل عنا إدارة التسويق، إدارة التمويل، إدارات متعددة. إدارة العمليات هي وحدة منهم، وطبعا لها قراراتها الخاصة وعندها مهامها الخاصة. يعني بإدارة العمليات نحن بيكون في عنا تركيز على عمليات اليومية لهذه المنظمة لحتى نحن نشوف كيف عم نقدر نشتغل بهذه العمليات وبالمواد اللي موجودة عنا لنحصل على المنتج. وطبعا أهدافها وتركيزها يختلف عن الإدارات الأخرى، يختلف عن إدارة التسويق، إدارة التمويل إلى آخره. ولكن طبعا اللي دايما بنركز عليه انه كل هذه الادارات بالنهايه تعمل مع بعضها البعض وكلها متداخله مع بعضها البعض، يعني اداره العمليات ما فيها تكون عم تشتغل لحالها بدون اداره التسويق واداره التمويل، لانه بالنهايه
إحنا إدارة التمويل بتهمنا بإدارة العمليات لنعرف نحن شو المواد اللي نحن قادرين نحصل عليها لحتى نقدر نشتغل فيها ونوصل للمنتج اللي بدنا إياه، وكمان إدارة التسويق هي يلي بدها تكون عم بتسوق لنا المنتج اللي نحن عم نشتغل عليه لحتى نقدر نقدمه للسوق. فمثل ما قلنا إنه أهم شيء هذه الإدارات كلها تشتغل مع بعضها البعض وكلها متداخلة مع بعضها البعض. فيتأكد من استخدام المواد والعمالة أو أي مدخلات أخرى بأكثر الطرق فعالية وكفاءة ممكنة داخل المنظمة، وبالتالي زيادة الناتج إلى أقصى حد. فإذا بإدارة العمليات كتير منركز أنه نحن نكون عم نشتغل بالمواد اللي موجودة معنا واليد العاملة والتكنولوجيا وإلى آخره بأكثر أقصى قدر من الفعالية والكفاءة، لحتى بالتالي نحن نقدر نحصل على ننتج بطريقة فعالية ونزيد من ربحنا قد ما فينا. ويتمثل الهدف الرئيسي لإدارة الإنتاج والعمليات في إدارة واستخدام موارد الشركة التي تعتبر أساسية لإنتاج السلع والخدمات على نحو فعال. وتشير إدارة الإنتاج إلى إدارة الأنشطة المتصلة بإنتاج السلع. فمن ناحية أخرى تعد إدارة العمليات خطوة متقدمة على إدارة الإنتاج، أو يمكن القول أن إدارة الإنتاج هي جزء من إدارة العمليات. فإدارة العمليات هي ببساطة إدارة العمليات التجارية من قبل مديري المنظمة. بعد ما تعرفنا بعمق على إدارة العمليات بنوصل لحتى نعرف شو هي 4 مسؤوليات رئيسية لقرارات إدارة العمليات. هذه ال4 مسؤوليات هي العملية، الجودة، السعة، وقائمة الجري. أولاً العملية، القرارات المتعلقة بهذه الفئة تحدد العملية المادية أو المنشأة المستخدمة في إنتاج المنتج أو الخدمة والممارسات المرتبطة بها في مكان العمل، نوع المعدات، تدفقات العمليات، تصميم المنشأة، تصميم الوظائف، سياسات القوى العاملة إلى آخره. فإذا بالقرارات المتعلقة بفئة العملية نحن عم نحكي عن العملية المادية، العملية يلي هي عم تكون عم تدور حوالين إنتاج هذا المنتج أو الخدمة لحتى نقدر نوصل للناتج الأخير. مثل ما قلنا نوع المعدات، شو المعدات اللي عم نستخدمها نحن بهذه العملية اليومية لحتى نقدر نوصل للمنتج، وبتصنيع المنتج، تصميم الوظائف، سياسات القوى العاملة، تصميم المنشأة إلى آخره. أما الجودة، يجب أن تضمن قرارات الجودة أن الجودة مصممة ومدمجة في المنتج في جميع مراحل العملية، فيجب وضع المعايير وتدريب الأشخاص وفحص المنتج أو الخدمة. فنحن بالجودة نحن بهمنا أن نكون عم نشتغل بجودة عالية خلال تصنيع هذا المنتج للوصول إلى المنتج الأخير لتقديم هذا المنتج، اللي هو كمان بده يكون منتج عنده جودة عالية لتقديمه للسوق لحتى يقدروا هؤلاء العملاء إنه يجذبهم ويشتروا. فإذا نحن بالجودة بدنا نركز إنه داخل المنظمة كمان هذه العمليات عم بتكون بجودة عالية وعم بتكون حسب معايير عالية لحتى تقدر إنه توصل هذا المنتج ونحصل على الناتج الأخير بأحسن صورة ممكن إنه نحصل عليها. فإذا كمان عادة بالمنظمات بيكون في عنا أشخاص هن مسؤولين عن مراقبة جودة العمليات يلي هي بتكون عم بتدور حول تصنيع هذا المنتج، يعني العمليات اليومية يلي بتكون داخل المنظمة لتحويل هذه المواد إلى المنتجات النهائية. فإذا في عنا أشخاص دائما بتكون هي عم بتراقب هذه جودة العمليات لحتى تشوف إنه نحن عم نكون حسب المعايير العالية يلي نحن بدنا إياها، وطبعا بدنا نقوم بفحص المنتج دائما لحتى ما يكون في اي خلل، لانه حلنا نحن وقدمنا منتج فيه خلل للسوق رح يكون في عنا رح يصير في رد فعل من هؤلاء العملاء، وبالتالي رد فعل سلبي رح يأثر على مبيعاتنا. لهيك الجودة هي جدا مهمة داخل المنظمة، وطبعا جودة المنتج اللي نحن بدنا نقدمه. السعة،
يجب أن تهدف إلى توفير القدر المناسب من السعة في المكان المناسب في الوقت المناسب، جدولة الأشخاص والمعدات والمرافق، المدى القصير ساعات العمل الإضافية الإيجار، المدى البعيد حجم المرافق المادية والموردين. فإذا القرارات المتعلقة بالسعة هي أنه قديش المنظمة والإدارة العليا حتى داخل إدارة العمليات، يعني قديش نحن أكثر شيء بنقدر نتحمل بإدارة العمليات ساعات عمل إضافية، قديش نحن بنقدر نتحمل آجار إذا بدنا نقول إيجار مكانات أو إيجار محلات مخصصة لتصنيع هذه المواد، وعلى المدى البعيد مثل ما قلنا حجم المرافق المادية والموردين، الموردين نحن قديش قادرين ندفع أكثر شيء مقابل هذه المادة المعينة إلى آخره. فإذا السعة يجب أن تهدف إلى توفير القدر المناسب من السعة في المكان المناسب في الوقت المناسب. قائمة الجرد، تحديد ما يجب طلبه ومقدار الطلب ومتى يتم طلبه، إدارة تدفق المواد. فإذا بقائمة الجرد نحن هون بنكون عم نشوف نحن شو بدنا نطلب مواد ناقصتنا، قديش هذه المواد، من وين، مين هو المورد يلي بدنا نطلب منه إلى آخره. فتعتبر قرارات العمليات ضرورية إذا كان الإنتاج المستمر للسلع والخدمات لتلبية وإرضاء طلبات السوق وتوفير الأرباح. ويمكن أن تشمل الأمثلة على ذلك مستويات المخزون، إدارة المخزون لتجنب التأخير والتوقف في وقت الإنتاج. فإذا قائمة الجرد كمان جدا مهمة، لأنه نحن بالنهاية بنكون عم نراقب عملية الإنتاج، وأيضا عم نشوف نحن شو في مواد ناقصتنا بعملية الإنتاج بحاجة إنه نطلبها، قديش كمية هذه المواد اللي نحن بدنا نطلبها، ومن أي مورد نحن بدنا نكون عم نطلبها. كمان بدنا نشوف، لأنه بيكون في عنا كتير موردين وكل حدا بيكون عم بيقدم لنا سعر كمان. وكمان قراراتنا لحتى تكون فعالة بدنا نشوف نحن العروض يلي بيقدموها هؤلاء الموردين، وننقي أحسن عرض من هؤلاء الموردين بأحسن جودة كمان، لحتى نقدر نطلب منه لهذا المورد بالتحديد، نطلب منه يلي بينقصنا بعملية الإنتاج. وطبعا ليش كمان مهمة؟ لأنه نحن ما بدنا يكون في عنا نقص بأي مادة من المواد اللي نحن بحاجة لها لإنتاج هذا الناتج الأخير أو المنتج، لأنه أي نقص رح يؤدي إلى تأخير العملية وأيضا تأخير تقديم هذا المنتج إلى السوق. فإذا بعد ما حكينا عن الأربع مسؤوليات لقرارات داخل إدارة العمليات، هلأ بدنا نحكي عن إدارة الإنتاج لحتى نشوف كيف بتختلف شوي إدارة الإنتاج عن إدارة العمليات. في أي نظام تصنيع تتمثل مهمة مدير الإنتاج في إدارة عملية تحويل المدخلات إلى المخرجات المرجوة، فهي معنية بإنتاج السلع والخدمات وتنطوي على ضمان كفاءة وفعالية العمليات التجارية، وهي أيضا إدارة الموارد وتوزيع السلع والخدمات على العملاء. فلذلك يمكن تعريف إدارة الإنتاج على أنها إدارة عملية التحويل التي تحول الأراضي، العمالة، ورأس المال ومدخلات الإدارة إلى مخرجات المرجوة من السلع والخدمات، وهي معنية أيضا وتشغيل نظام التصنيع أو النقل أو الإمدادات أو الخدمة. فإذا بإدارة الإنتاج، إدارة الإنتاج هي تحويل هذه المواد إلى المخرجات المرجوة. ولكن هلأ رح نشوف كيف في عنا هذا الفرق البسيط بين إدارة الإنتاج وإدارة العمليات. قبل ما نشوف الفرق، أهمية وظيفة الإنتاج وإدارة الإنتاج. للمنظمات الناجحة وظيفة خط ووظيفة دعم محددة تحديدا جيدا وفعال، ويندرج الإنتاج تحت فئة وظيفة الخط التي تؤثر بشكل مباشر على تجربة العملاء وبالتالي على مستقبل المنظمة نفسها. فالهدف من وظيفة الإنتاج هو إضافة قيمة إلى المنتج أو الخدمة التي ستخلق علاقة أو ارتباط عميق قوي وطويل الأمد، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الارتباط الصحي والمنتج بين التسويق والإنتاج. الأشخاص الذين يقودون
بمهمة التسويق، هم ممثلون في الخطوط الأمامية للشركة ويقدمون رؤى لاحتياجات المنتجات الحقيقية للعملاء. فإذا إدارة الإنتاج هي مرتبطة بهون إدارة التسويق إذا بدنا نقول، لأنه إدارة الإنتاج نحن هون عم نركز كتير على المنتج النهائي، يعني لما نكون نحن عم نشتغل مثل ما قلنا قبل بجودة عالية وحسب معايير عالية نقدر نقدم فيها منتج مهم نقدر نقدمه لهؤلاء العملاء ونلبيهم رغباتهم، فنحن بالتالي بنكون عم نراقب هذا المنتج وعم نراقب انه هذا المنتج عم بيقدم قيمة إضافية للعميل، لحتى نقدر لما هذا العميل يشتري هذا المنتج نقدر نبني معه علاقة طويلة الأمد، لأنه بالنهاية مثل ما بنعرف انه العلاقة بين العميل والمنظمة هي جدا مهمة، جدا مهمة بناء علاقة صحية وعلاقة طويلة الأمد بين المنتج والمنظمة والعميل. فبإدارة الإنتاج نحن كثير عم نركز على أهمية هذا المنتج وأهمية أنه هذا المنتج يكون عنده معايير معينة نقدر نقدمه فيها بصورة منيحة لهؤلاء العملاء، وأيضا نحن أكيد بنكون عم نركز على الفعالية، فيطلق على التخطيط والتحكم الفعالين في معايير الإنتاج لتحقيق أو خلق قيمة للعملاء إدارة الإنتاج. فبالتالي كثير عم نركز بإدارة الإنتاج على إضافة أو خلق قيمة للمنتج أو الخدمة يلي نحن بدنا نقدمها إلى هذا السوق. الاختلافات الرئيسية بين الإنتاج وإدارة العمليات، فإذا هون بدنا نشوف شو الفرق البسيط بين إدارة الإنتاج وإدارة العمليات لحتى نقدر نفرق شوي بيناتهم، لأنه في فرق بسيط بين الاثنين وهن مش زي بعض. يمكن تعريف إدارة الإنتاج بأنها إدارة مجموعة الأنشطة المتعلقة بإنشاء السلع أو تحويل المواد الخام إلى سلع تمت التصنيع أو تمت الصنع. على العكس من ذلك فتستخدم إدارة العمليات لتعني ذلك الفرع من الإدارة الذي يتعامل مع إدارة إنتاج السلع وتقديم الخدمات للعملاء. فإذا بالتالي مثل ما قلنا قبل إنه إدارة الإنتاج هي جزء من إدارة العمليات. في إدارة الإنتاج يتعين على المدير اتخاذ قرارات بشأن تصميم ونوعية وكمية وتكلفة المنتج الذي يصنعه القسم، بينما بإدارة نطاق إدارة العمليات أكبر مقارنة بإدارة الإنتاج، حيث يعتني مدير العمليات بتصميم المنتج، النوعية، الكمية، تصميم العملية، الموقع، القوى العاملة المطلوبة، التخزين إلى آخره. مثل ما حكينا قبل عن المسؤوليات اللي هن قائمة الجرد، العملية المادية، السعة إلى آخره. لا يمكن العثور على إدارة الإنتاج إلا في الشركات التي يتم فيها إنتاج السلع، ويمكن العثور على إدارة العمليات في كل منظمة، فأي اهتمامات التصنيع، الشركات الموجهة نحو الخدمات، المصارف، المستشفيات، الوكالات وما إلى ذلك. فإذا هون بإدارة الإنتاج بس بنشوفها نحن بالشركات يلي عم بتقدم سلع، سلع نحن بنقدر نمسكها بين إيدينا. أما إدارة العمليات فهي موجودة بكل الشركات يلي بتكون عم بتقدم خدمات، خدمات نحن ما بنقدر نمسكها، خدمات غير ملموسة، والشركات يلي بتكون كمان عم بتقدم منتجات. فإذا بجميع أنواع الشركات بنشوف نحن إدارة العمليات، أما إدارة الإنتاج فقط بالشركات التي يتم فيها إنشاء السلع. الهدف الأساسي لإدارة الإنتاج هو توفير السلع ذات الجودة المناسبة بالكمية المناسبة في الوقت المناسب وأفضل سعر. في المقابل تهدف إدارة العمليات إلى تحقيق أفضل استخدام ممكن لموارد المنظمة من أجل تلبية رغبات العميل واحتياجاته. فإذا بإدارة الإنتاج نحن عم نجرب إنه نوفر السلع مثل ما كنا عم نحكي قبل يلي بتقدم قيمة، يعني ذات جودة معينة، قيمة معينة ومعايير معينة للسوق بالوقت المناسب. أما إدارة العمليات فهي تهدف إلى تحقيق
أفضل استخدام للموارد المنظمة، مثل ما حكينا أنه الاستخدام الفعال لهذه الموارد لحتى تقدر تقوم بإنتاج الخدمات أو المنتجات اللي بدها تقدمها للعميل وتلبي له احتياجاته ورغباته. فإدارة الإنتاج والعمليات متشابكة بشكل وثيق لدرجة أنه يصعب التمييز بين الاثنين. فتغطي إدارة الإنتاج إدارة جميع الأنشطة التي تشارك في عملية الإنتاج، ومن ناحية أخرى تنطوي إدارة العمليات على جميع الأنشطة التي ينطوي عليها إنتاج السلع وتقديم الخدمات، مثل إدارة المواد، إدارة الجودة، إدارة الصيانة، العمليات وما إلى ذلك. فإذا بعد ما فرقنا وشفنا الاختلافات الرئيسية بين الإنتاج وإدارة العمليات، صار في عنا كتير صورة واضحة على إدارة الإنتاج وإدارة العمليات والفرق بين الاثنين. وبالنهاية بنوصل للشيء اللي حكينا عنه بأول الكورس، واللي هو أنه إدارة الإنتاج هي جزء من إدارة العمليات. فإذا إدارة الإنتاج والعمليات، إدارة الإنتاج والعمليات ليست مستقلة عن إدارة التسويق والشؤون المالية وشؤون الموظفين، التي يصعب بسببها صياغة تعريف واحد مناسب لإدارة الإنتاج والعمليات. فتحاول التعريف التالية شرح الخصائص الرئيسية لإدارة الإنتاج والتشغيل، أي إدارة الإنتاج والعمليات. على حد تعبير إدوارد فرانسيس ليوبولد بريتش، إدارة الإنتاج والتشغيل هي عملية تخطيط وتنظيم فعال لعمليات ذلك القسم من المؤسسة المسؤول عن التحول الفعلي للمواد إلى منتجات نهائية. يحد هذا التعريف من نطاق التشغيل وإدارة الإنتاج على أنشطة المؤسسة المرتبطة بعملية تحويل المدخلات إلى نواتج، ولا يشمل التعريف العوامل البشرية التي تنطوي عليها عمليات الإنتاج، فهو يركز على السمات المادية فقط. فإذا مثل ما قلنا، لأنه إدارة الإنتاج والعمليات هي شاملة، لهيك يصعب تعريفها، لهيك نحن عم نشوف هلأ تعريف ممكن تفرجينا خصائص إدارة الإنتاج والعمليات. أول تعريف يلي حكى عنه إدوارد فرانسيس ليوبولد بريتش، مثل ما قلنا إنه فرجينا هذا التعريف على الأنشطة المتعلقة بالإنتاج، بإنتاج المواد إلى المنتج الأخير. يعني إذا بدنا حكينا عن التحول الفعلي للمنتجات إلى منتجات نهائية، ولكن ما حكينا عن العوامل البشرية التي تنطوي عليها عمليات الإنتاج. فتتعامل إدارة الإنتاج والعمليات مع اتخاذ القرارات المتعلقة بعمليات الإنتاج، بحيث يتم إنتاج السلع والخدمات الناتجة وفقاً للمواصفات الكمية والجدول الزمني للطلب بأقل تكلفة. ووفقا لهذا التعريف، فإن تصميم ومراقبة نظام الإنتاج هما وظيفتان رئيسيتان لإدارة الإنتاج والتشغيل. فإذا إدارة الإنتاج والعمليات هي مجموعة من المبادئ العامة لاقتصادات الإنتاج، وتصميم المرافق، تصميم الوظائف، تصميم الجداول الزمنية، مراقبة الجودة، دراسة أعمال مراقبة المخزون، مراقبة نطاق التكاليف إلى آخره. ويشرح هذا التعريف المجالات الرئيسية للمؤسسة التي يمكن فيها تطبيق مبادئ إدارة الإنتاج والتشغيل، ويشير هذا التعريف بوضوح إلى أن إدارة الإنتاج والتشغيل، أي العمليات، ليست مجموعة من التقنيات. إذا لنوصل للخلاصة، يتضح من التعاريف المذكورة أعلاه أن تخطيط الإنتاج ومراقبته هما السمتان الرئيسيتان لإدارة الإنتاج والتشغيل. وفي حالة سوء تخطيط ومراقبة الأنشطة الإنتاجية، قد لا تتمكن المنظمة من تحقيق أهدافها، وقد تؤدي إلى فقدان ثقة الزبون وتأخره في تقدم المؤسسة. فإذا إذا ما كان في عنا التخطيط الصحيح وما كان في عنا المراقبة الصحيحة، فبالتالي هذا الشيء رح يكون يؤدي إلى ردة فعل سلبية من الزبون، رح نخسر ثقة العميل، وأيضا المؤسسة رح تكون عم تتأخر بتقديمها لهذه المنتجات للسوق، واللي هي كمان نقطة سلبية لهذه المؤسسة اللي ممكن أن تخسرها أعمالها.
فباختصار يمكن إدراج الأنشطة الرئيسية لإدارة العمليات والإنتاج على النحو التالي: التخصص وشراء موارد المدخلات، وهي الإدارة والمواد والعمالة والمعدات ورأس المال. تصميم المنتجات وتطويرها لتحديد عملية الإنتاج وتحويل عوامل المدخلات إلى سلع وخدمات ناتجة، وأيضا التخصص ومراقبة عملية التحول من أجل الإنتاج الفعال للسلع والخدمات. فإذا أولا في عنا شراء هذه المواد، مثل ما حكينا قبل أنه يكون في عنا شراء صحيح للمواد الخام، بده يكون في عنا مراقبة للأسعار وننقي أكثر نحن سعر بيناسبنا للشركة، وطبعا يكون تكون المواد يعني سعر منيح وأيضا جودتها جدا عالية لحتى نقدر نصمم هذا المنتج بجودة عالية. وأيضا كمان يكون في عنا العمالة الكافية لتصنيع هذا المنتج، ويكون في عنا رأس المال طبعا والمعدات والتكنولوجيا المناسبة لتصنيع هذه المنتجات. أيضا كمان بده يكون في عنا تصميم المنتجات وتطويرها لتحديد عملية الإنتاج وتحويل هذه المدخلات إلى سلع وخدمات. وأيضا كمان بده يكون في عنا المراقبة خلال عملية تصنيع المنتج إلى للوصول إلى المنتج الأخير. بده يكون في عنا مراقبة للجودة ومراقبة للعمليات اليومية لحتى نحن ما نخسر المعايير اللي نحن حاطينها، وطبعا نكون عم نقدم بالآخر المنتج اللي نحن بدنا إياه واللي نحن بنهدف إنه نقدمه لهذا السوق بأحسن صورة وصورة جيدة بتعكس صورة المنظمة. فإذا استراتيجيات إدارة العمليات، يشارك مديرو العمليات بشكل عميق في الاستراتيجية، فبالإضافة إلى أدوارهم الإنتاجية اليومية، من تصميم واختبار العمليات إلى تسهيل التعاون بين الإدارات، حددنا بعض النقاط الاستراتيجية والتكتيكية الرئيسية أدنى. يعني رح نشوف هلأ استراتيجيات إدارة العمليات، الاستراتيجيات يلي بيشتغلوا عليها مديري العمليات. أولاً استخدام البيانات، التحليلات ضرورية للتخطيط القوي والتعديلات واتخاذ القرار. أولاً قبل ما نحكي كل أي شيء، نحن بنعرف أنه بإدارة الأعمال الاستراتيجية هي جداً مهمة. بدون استراتيجية نحن ما فينا نشتغل وما فينا نتقدم داخل المنظمة وما بنقدر نعرف نحن على أي مسار عم نمشي. فإذا أولاً بإدارة العمليات، مديرو العمليات بده يكون في عندهم استخدام البيان. بعد ما نحن صار في عندنا هلأ تطور جداً كبير بالتكنولوجيا، نحن قاعدين نحصل على بيانات بكبسة زر. هيدا البيانات يلي هي بتكون خاصة بالسوق، خاصة بالأسعار، خاصة بنحن كيف عم نتقدم بالسوق، كيف عم تكون مبيعاتنا إلى آخره. هذه البيانات هي اللي بتخلينا نحن نقدر نبني عليها قرارات، لأنه بتكون جدا دقيقة، وبتكون هي هذه البيانات عم تنتج من معلومات نحن عم ندخلها على السيستم إذا بدنا نقول، وبكبسة زر هذا السيستم عم يعطينا بيانات نحن نقدر نبني عليها قرارات حتى نحن نقدر نتقدم بعمليتنا. وهناك نوعان شائعان هما مقاييس الكفاءة ومقاييس الفعالية، لأنه قلنا بإدارة العمليات إنه نحن كثير عم نركز على الفعالية وعلى الكفاءة واستخدام هذه المواد بفعالية إلى آخره، فإذا هذه البيانات بدها تكون عم تساعدنا بهذا الجانب. أيضا تحديات البيانات، غالبا ما يتم عزل البيانات مما يجعل من الصعب المقارنة، فلكن الأنظمة والإعدادات الأحدث تجعل هذه العملية أسهل وتساعد المحللين والمديرين على فحص البيانات بطرق جديدة ومفيدة. تصميم العملية يتطلب البحث والتنبؤ وتطوير عملية كاملة الخبرة والطاقة، ما يمكن النتائج أن تكون دائمة. وأيضا عندنا تحليل المخزون، لإدارة المخزون في سلسلة التوريد يلعب تحليل ABC دورا جدا مهما. شو هو تحليل ABC؟ تقسم هذه الطريقة المخزون اللي نحن موجود عندنا إلى ثلاث فئات A, B, C.
الفئة A هي أعلى قيمة وأشد ضوابط، والفئة C لديها أقل قيمة وأخف ضوابط. فهذه طريقة التحليل كمان بتخلينا نحن نخلي عيننا على المخزون اللي نحن عنا، ونقدر نحن نكون عم نقسم الأشياء اللي نحن موجودة عنا بالمخزون لحتى نعرف شو الأشياء المهمة، شو الأشياء الأقل أهمية، ونعرف كمان نحن نراقب وين النقص عم بيكون، نحن وين نحن مضطرين نطلب مخزون إضافي، وين نحن بالمخزون اللي نحن موجود عنا إلى آخره. أيضا في عنا التنبؤ وتحديد الأهداف. غالبا ما تجمع أفضل التنبؤات بين إلقاء نظرة على البيانات التاريخية وتحليل الظروف المتغيرة. فأيضا كمان في استراتيجيات إدارة الأعمال نحن بحاجة للتنبؤ وتحليل الأهداف. التنبؤ بناء على البيانات اللي نحن حصلنا عليها لحتى نقدر نتنبأ بشكل صحيح لنا كيف ممكن نكون بعد 5 سنين أو بعد سنتين إلى آخره. وأيضا كمان بده يكون في عنا تحديد للأهداف، شو الهدف يلي نحن بدنا نوصل له لحتى نقدر نحن نعرف نتعامل مع التغيرات الموجودة حوالينا، ونقدر نحدد أهدافنا لنتعامل مع هذه التغيرات بشكل صحيح وبشكل ما يأثر على الهدف يلي نحن بدنا نوصل له. وبالتالي لما نكون نحن عارفين الأهداف يلي نحن بدنا نوصل له، بنقدر نتعامل مع التغيرات، وبنقدر إنه نستغل الفرص بشكل صحيح، إنه بنعرف إنه بتصب نحو الأهداف يلي نحن بدنا نوصل له. التعاون بين الإدارات من خلال الاتصال والتعاون الجيدين، يمكن لإدارة العمليات العمل بفعالية مع الإدارات المالية، المبيعات، التسويق إلى آخره. مثل ما قلنا كل الإدارات متعلقة ببعضها البعض، وما فينا نغض نظر عن أي وحدة منهم. فبالتالي الاتصال والتعاون جدا مهم بين الإدارات لحتى تكون كلها عم تشتغل مع بعضها بصورة واضحة وبصورة متكاملة. بالنهاية التعاون الصحيح والعمل الصحيح بين هذه الإدارات رح يثمر بناتج حلو وناتج جيد بيعكس صورة جيدة عن هذه المنظمة. إدارة الأشخاص كمان مهم بإدارة العمليات، إدارة الأشخاص لحتى نقدر نحن إن نكون عنا الأشخاص اللي عندهم الكفاءة الصحيحة بمكانهم الصحيح ليقدروا يقدموا لنا عمل ويكونوا إضافة لهذه المنظمة وإضافة بمحلهم بعملهم. فمع كل التطورات في الآلات والتكنولوجيا يظل الناس حاسمين في المعادلة، وإن كان ذلك غالبا في أنواع مختلفة من الوظائف. أيضا عندنا المحافظة على البيئة، فأصبحت السلامة البيئية ضرورة استراتيجية وقانونية في الشركات في الوقت الحاضر خاصة في التصنيع. لأننا نحن هنا عم نحكي عن إدارة العمليات وإدارة الإنتاج، وعم نحكي بعملية التصنيع وتصنيع المنتج إلى آخره. بوقتنا الحالي الأشخاص صار عندهم كتير توجه نحو السلامة البيئية، وكتير عم يتطلعوا لما عم يشتروا من أي شركة ومن أي منظمة، عم يشوفوا إذا هذه الشركة هي تعنى بالسلامة البيئية أم لا. يعني إذا كانت عمليات التصنيع يلي إلها بتكون عم غير متماشية مع السلامة البيئية، ممكن إنه هيدي تكون نقطة سلبية للمنظمة بنظر العملاء المحتملين، وبالتالي تخسرنا عملاء لأنه هؤلاء العملاء كتير بتهمهم السلامة البيئية بوقتنا الحالي. فإذا المحافظة على البيئة كمان أصبحت جدا مهمة بالعصر الحالي لجميع المنظمات، وبإدارة العمليات وإدارة الإنتاج بده يكون في انتباه عليها، لأنه بتصنيع هذه المنتجات بدنا ننتبه إنه نكون عم نحافظ على السلامة البيئية. أنواع نظم الإنتاج والإنتاج. يمكنك تصنيف أنظمة الإنتاج والإنتاج بعدة طرق، بما في ذلك العناصر التقنية، العمليات أو المهن. وتعتمد معظم أنظمة الإنتاج الحديثة على البرمجيات، مما يعني أن أنظمة وعمليات التخطيط والجدول ومراقبة المخزون تدار بواسطة البرامج. يعني صارت أكثر عم تعتمد على التكنولوجيا. فالعناصر التقنية يشمل ذلك الآلات، الأدوات، السلوك التنظيمي مثل الأشخاص، تقسيم العمل وتدفق المعلومات، يعني كل شيء خاصه بالتقنيات. أما إنتاج العمليات مقابل إنتاج الأجزاء
فإذا يعني إنتاج العملية أن المنتج يخضع لتحول فيزيائي كيميائي مثل الورق أو الإسمنت. يعني بيكون عندنا مادة واحدة بتخضع لهذا التحول الفيزيائي، يعني عنصر من العناصر منها بيتغير بحولها للورق أو الإسمنت أو إلى آخره. أما إنتاج الأجزاء يعني صنع الأجزاء وتجميعها في منتج، يعني مثل لما نحن بنكون عم نركب كمبيوتر، عم نركب تليفون، عم نركب لابتوب إلى آخره، بنكون نحن عم ننتج أجزاء وعم نجمعها لحتى نحصل على منتج واحد. أما المهلة الزمنية فتشمل الفئات، الشراء حسب الطلب، التجميع حسب الطلب، والإعداد للتخزين. فإذا بالمهلة الزمنية هون نحن عم نشوف شو في بضاعة نحن بحاجة إنه نشتريها لإنتاج هذا المنتج، تجميع البضاعة، التخزين إلى آخره. فإذا أهمية الإنتاج، يمكن النظر إلى فعالية نظام الإنتاج والتشغيل على أنها الكفاءة التي تحول بها المدخلات إلى نواتج. فيمكن قياس كفاءة التحويل بنسبة الناتج إلى المدخلات، تعرف عادة باسم إنتاجية النظام. فإذا هون بدنا نشوف كيف فينا نحن نحسب الإنتاجية. فالإنتاجية هي نسبة مرافق المدخلات إلى ناتج السلع والخدمات. يعني الإنتاجية تساوي الناتج يلي نحن بالاخر حصلنا عليه على المدخلات يلي نحن استخدمناها لنحصل على هذا الناتج، مما يعني السلع او الخدمات على رأس المال، القوى العاملة، المواد، الآلات والأراضي والمباني، لأنه الناتج هو يساوي السلع والخدمات، والمدخلات هي تساوي رأس المال، القوى العاملة، المواد، الآلات والأراضي والمباني. فإذا هيك بنشوف كيف نحن فينا نكون عم نحسب الإنتاج هذه آليات الحساب. كلما زادت إنتاجية نظام التشغيل زادت كفاءة وظيفة التشغيل، فبالتالي فإن إدارة نظام التشغيل أو العمليات تتعلق أساساً بإدارة الإنتاجية. فإذا إذا إدارة نظام العمليات تتعلق أساساً بإدارة الإنتاجية، لأنه مثل ما قلنا بالأول أن إدارة الإنتاج هي جزء لا يتجزأ من إدارة العمليات. وكل ما نحن زدنا من إنتاجية هذا النظام زادت الكفاءة، زادت كفاءة وظيفة التشغيل. يعني كل ما نحن زدنا من إنتاجية نظام العمليات كل ما زادت كفاءة هذه وظيفة العمليات داخل المنظمة. هناك طريقة أخرى للنظر في مفهوم الإنتاجية، وهي النظر إلى كمية النفايات المتولدة في النظام. إذا كانت النفايات ناتجاً غير ضروري أو ناتجاً معيباً من النظام، فيمكن عندئذ تحسين إنتاجية النظام بالقضاء على هذه النفايات التي تحدث في النظام أو التقليل منها إلى أدنى حد. يعني نحن لما نكون بصناعة وإنتاج منتج معين، طبعاً في عنا خلال الصناعة بده يكون في عنا نفايات من هيدي الصناعة، يعني مواد ممكن أنها تروح لبعض أجزاء المواد أو إلى آخره، تروح للتلف وما نستعملها، وبالتالي رح تصير نفايات. فإذا نحن بنكون دائما عم نتطلع على الطرق لنقدر نحسن فيها إنتاجية هذا النظام، إما بنقلل من هذه النفايات إذا كانت ناتج غير ضروري، أو إذا قدرنا نحن نقضي عليها بيكون كمان أحسن وأحسن. مفهوم الإنتاجية ذو أهمية كبيرة للبلدان غير النامية والبلدان النامية. ففي كلتا الحالتين هناك موارد محدودة يجب استخدامها للحصول على أقصى قدر من الناتج، أي يجب أن يكون هناك ميل لأداء وظيفة أرخص وأكثر أماناً وبطرق أسرع. يعني نحن بنكون كثير عم نفتش على الفعالية واستغلال هذه الموارد بشكل فعال لحتى نحن نقدر إنه نطلع بالناتج اللي نحن بدنا إياه بأسرع طريقة بأقل طريقة تكلفة وإلى آخره.
وينبغي أن يكون الهدف هو الاستخدام الأمثل للموارد من أجل تحقيق أقصى قدر من الرضا مع الحد الأدنى من الجهود والنفقات. فإذا نحن بالبلدان النامية والبلدان غير النامية، ليش قلنا أن مفهوم الإنتاجية ذو أهمية؟ لأنه بتكون القدرة الصناعية محدودة. فإذا قدرة الإنتاج والقدرة الصناعية لأنها محدودة، نحن بحاجة أنه نستغل هذه الموارد يلي موجودة بين إيدينا ونستخدمها بأمثل طريقة، بطريقة أكثر فعالية، نستفيد منها لأقصى درجات لحتى نحن نقدر أنه نقدم المنتجات يلي نحن بنرغب أنه نقدمها لهؤلاء العملاء. لهيك كنا عم نحكي أنه نحن بدنا نشوف قديش عم بيكون في عنا نفايات من هذه عملية الإنتاج، نشوف قديش نحن فينا نقلل من هذه النفايات إذا كانت نفايات غير ضرورية. فلذلك من أجل تحقيق أقصى قدر من الرضا مع الحد الأدنى من الجهود والنفقات، علينا أن نستخدم الموارد الموجودة بين أيدينا الاستخدام الأمثل. فإذا بنوصل لعند العوامل المؤثرة على الإنتاجية، من المرجح أن تؤثر جميع العوامل المرتبطة بمكونات المدخلات والمخرجات في عملية الإنتاج على الإنتاجية، ويمكن تقسيم هذه العوامل إلى فئتين رسميتين أو رئيسيتين، هما الفئة الأولى العوامل الرئيسية وهي جهد الفرد وقدرته على عملية التصميم والتحول اللازمة لإنتاج بعض السلع وطبيعة التدريب من غيره وغيره من المهارات التي يتم تعليمها وإعطاؤها للعمال للقيام بعمليات معنية في عملية الإنتاج ومراقبة والمراقبة ومختلف الحوافز الأخرى، اتفاقيات وتقاليد المنظمة في أنشطة النقابات العمالية، المرافق الطبية وفهم العمال والتنفيذيين وما إلى ذلك. فإذا أول عمل رئيسي وهو جهد الفرد وقدرته على العمل، لأنه الفرد واليد العاملة والأشخاص العاملين هن جدا مهمين بإدارة العمليات والإنتاج، لأنه هن اللي عم بيساعدوا هذه المنظمة تشتغل بالموارد الموجودة معها وتحولها إلى ناتج نهائي واللي هو المنتج. فإذا نحن بحاجة إنه هؤلاء الأفراد يكونوا كفؤين، نحن نأمن لهم التدريب اللازم والمعلومات اللازمة ليقدروا يقوموا بعملهم، وأيضا نأمن لهم البيئة الصحية ليقدروا يشتغلوا بهذه البيئة، البيئة اللي بتأهل لهم عملهم، نأمن لهم كل الموارد اللي هن بحاجة لها لحتى يقدروا يقوموا بعملية الإنتاج وإلى آخره. الفئة الثانية العوامل المتصلة بالنواتج. لما كنا عم نحكي عن العمال عم نحكي نحن بعملية الإنتاج ضمن هذه العمل، هلا بدنا نحكي على الفئة الثانية اللي هي العوامل المتصلة بالنواتج. لما نحن وصلنا لهذا المنتج الأخير، ستؤدي تقنيات البحث والتطوير وتحسين التكنولوجيا واستراتيجية المبيعات الفعالة للمنظمة إلى تحسين الناتج. هذا المنتج نحن نحصل عليه، هذا المنتج يكون منتج رائع وفيه كل المواصفات اللي نحن بدنا اياها، نحن بحاجه يكون عندنا تكنولوجيا حديثه تتماشى مع هذه الايام ويلي بتتطابق كمان مع التكنولوجيا المتطوره حاليا لحتى نقدر نحصل على احسن ناتج فينا نحصل عليه في السوق. وطبعا بده يكون في عندنا استراتيجيه مبيعات. استراتيجية المبيعات لأنه نحن بعد ما حصلنا على هذا المنتج وصنعناه بحاجة لاستراتيجية تسويق ونسوق لهذا المنتج لحتى نقدر إنه نقدمه للسوق ونقدر إنه نبيعه للعملاء يلي نحن بنكون عم نلبي لهم احتياجاتهم ورغباتهم منه. إذا ما كان في عنا استراتيجية مبيعات ولا استراتيجية تسويق، هذا الناتج رح يوصل بالآخر ما عنده حدا يشتري. لذلك بدنا دائما يكون في عنا تطور مع تطور التكنولوجيا من حيث التقنيات، وايضا بده يكون في عنا استراتيجيه مبيعات فعاله. الاستخدام الفعال لموارد المدخلات وتحسين مراقبه المخازن وسياسه مراقبه الانتاج وصيانه الالات وما الى ذلك سيقلل الى ادنى حد من تكلفه الانتاج. كمان كل ما نحن بنكون عم نستخدم هذه الموارد استخدام فعال وعم نحسن الرقابة خلال عملية الإنتاج ومراقبة المخازن، يكون في عنا الموارد اللازمة بالقدر والكمية
مناسبة، وعم نراقب نحن عمليات الإنتاج وما إلى ذلك. يعني كل ما كان في عنا تخطيط تنظيم ومراقبة، كل ما نحن قدرنا أن نحافظ على عمليات الإنتاج تكون ماشية مثل ما نحن بدنا على المسار الصحيح، وأيضا نقدر قد ما فينا نقلل من تكلفة الإنتاج حتى كمان عم نزيد من ربح هذه المنتجات. ويمكن كذلك تقسيم العوامل المدرجة في الفئتين الأولى والثانية يلي حكينا عنهم إلى 4 فئات رئيسية: التكنولوجيا، الإدارة، اليد العاملة، والعوامل الخارجية. أولا التكنولوجيا، يمكن للعوامل التكنولوجية أن تزيد من الناتج لكل وحدة من وحدات المدخلات زيادة كبيرة، فيمكن تعريفها من حيث التكنولوجيا المستخدمة والأدوات والمواد الخام المستخدمة. طبعا مع التطور التكنولوجي والآلات يلي هلا كثير عم تتطور مع تطور التكنولوجيا، كل ما نحن استثمرنا بهذه التكنولوجيا وهذا التطور، كل ما نحن عم نزيد من إنتاجنا، لأنه بنعرف نحن إذا كنا بعدنا عم نتبع النظام القديم يلي هو لما كانوا العمال هن يلي بيقوموا بإنتاج هذه وتصنيع المنتجات، كل ما كنا عم نحصل بنهاية هذا اليوم على عدد قليل من المنتجات مقارنة مع العدد يلي التكنولوجيا ممكن أن تساعدنا نحصل عليه. فبالتالي التكنولوجيا عم تساعدنا نحصل على منتجات أكثر وأيضا بطريقة فعالة أكثر. لهيك التكنولوجيا هي كمان جدا مهمة وتؤثر على الإنتاجية. أيضا في عنا الإدارة، يمكن وضع العوامل الإدارية في الهيكل التنظيمي وجدولة العمل والإدارة المالية، ابتكار التصميم، سياسات الشؤون، شؤون الموظفين، بيئة العمل، إدارة المواد وما إلى ذلك. طبعاً نحن عم نحكي عن إدارة العمليات وإدارة الإنتاج، كل ما نحن بأي عمل عم في داخل المنظمة نحن بحاجة للعوامل الإدارية وبحاجة إلى أشخاص يكونوا عم بيديروا وعم بيوجهوا هذا العمل لحتى يكون في عنا تنظيم وتطبيق ويكون في عنا نظام معين نقدر نمشي عليه داخل هذه المنظمة، وخاصة بإدارة العمليات والإنتاج، لأنه نحن بالنهاية هنا عم نحكي عن المنتج اللي بدها تقدمه هذه المنظمة للسوق، فنحن بحاجة لعوامل إدارية جيدة جدا تحيط بهذه العمليات كلها لحتى نقدر كمان نحسن المنظمة قدام أو الشركة قدام العملاء خلال هذا الناتج اللي نحن عم نقدمه، وكمان يكون في عنا إدارة ورقابة على العمليات اللي عم بتصير داخل المنظمة. وأيضا كمان لأنه نحن بحاجة إنه مثل ما قلنا إنه الإدارات داخل الشركة الواحدة بتكون كلها مع بعضها البعض متداخلة مع بعضها البعض، فبده يكون في عنا عوامل إدارية جيدة، يكون في عنا تنسيق مع الإدارات الأخرى لحتى نكون كلنا عم نشتغل على صورة واحدة. أما اليد العاملة فتتميز عوامل اليد العاملة بدرجة مهارات القوى العاملة والصحة والموقف تجاه الإدارة والتدريب والانضباط وإلى آخره. مثل ما قلنا أنه اليد العاملة مهمة في إدارة العمليات والإنتاج لأنه هن الأشخاص يلي عم بيساعدونا لحتى نقدر نحول هذه المدخلات إلى منتجات. فبالتالي نحن بحاجة إلى يد عاملة كفؤة، يد عاملة نحن نقدم لها التدريب اللازم لتقوم بعملها بالشكل الصحيح وبأكمل وجه، والتدريب اللازم لحتى تكون كمان عم تتماشى مع التطور اللي عم بيكون بالسوق، تتماشى مع التطور التكنولوجي لما بدنا نجيب آلات جديدة نعلم هؤلاء الأشخاص على استعمال هذه الآلات. وأيضا كمان بيكون في عنا البيئة الصحية، البيئة المرنة اللي بتساعد هؤلاء الأشخاص يكونوا عم يشتغلوا وهن مرتاحين ليقدموا لنا أفضل نتائج. أيضا عنا العوامل الخارجية، العوامل الخارجية يمكن تحديدها في البيئة التي يتعين على المنظمة أن تتفاعل معها مثل مرافق الطاقة، النقل، التعريفات الجمركية، الضرائب وما إلى ذلك، تأثير هام على مستويات الإنتاجية. وبعض هذه العوامل يمكن السيطرة عليها وبعضها لا يمكن السيطرة عليها ويجب ترسيم الحدود بين الاثنين. مثل كل
المنظمة، كمان إدارة العمليات والإنتاجية كمان بتأثر عليها العوامل الخارجية، فنحن كمان لازم نكون عم ننتبه لهذه العوامل الخارجية يلي نحن بنقدر نسيطر عليها، وما نخليها تأثر على إنتاجيتنا وتأثر على عملنا، ولكن في عنا عوامل ساعات بتصير بالبلدان ما بتخلينا، ما بتكون تحت سيطرتنا، مثل إذا زادت الضرائب، زادت التعريفات الجمركية إلى آخره. هيدي عوامل ما فينا نحن نسيطر عليها، ولكن بدنا نصير نظبط أعمالنا وإنتاجيتنا على حسب هذه تغير هذه العوامل، ونوصل لمحل يناسبنا نحن كشركة. فإذا نوصل لعند نصائح لإدارة العمليات الجيدة. تهتم إدارة العمليات بجودة تكنولوجيا الشركة وموظفيها. أفضل النصائح حول كيفية الحفاظ على موارد عالية الجودة لضمان إدارة العمليات بكفاءة وفعالية. الحفاظ على اتجاهات الابتكار الحالية. اتخاذ الوقت الكافي للاستماع إلى اقتراحات الموظفين البارعين في مجال التكنولوجيا. مثل ما كنا عم نحكي إنه نحن بحاجة دائماً عم نتماشى مع التطور والابتكار اللي عم بيصير حوالينا لحتى نكون عم نتطور مع التكنولوجيا، وبالتالي نكون عم نطور من منتجاتنا ومن العمليات داخل المنظمة. فاستخدام التكنولوجيا التي يسهل استخدامها وإشراك الموظفين، الاستثمار في تثقيف المديرين والموظفين حول أهداف تنفيذ أنظمة جديدة، التأكد من بناء المكافآت بحيث يكون الجميع متحمسا لتعلم واستخدام التكنولوجيا الجديدة. فنحن بحاجة لأنه نجيب هذه التكنولوجيا على هذه العمليات وعلى الشركة، وبحاجة نساعد الموظفين وندربهم ونعلمهم على هذه التقنيات الجديدة، الآلات المتطورة تكنولوجيا جديدة إلى آخره، لأنه في أشخاص كمان بحاجة للتدريب وبحاجة لأنه تعرف معلومات أكثر عن هذه التكنولوجيا وهذا التطور أو تطور هذه التقنية، الآلة المحددة إلى آخره، لا تعرف كيف تشتغل عليها. تشجيع التواصل الفعال، التأكد من توصيل العمليات والقواعد والسياسات إلى الجميع، كذلك التقارير الأسبوعية عن كل شيء عن الشركة مهمة جدا للاطلاع على كل أمر والتأكد من مسار العمليات. ثم من هناك قم بإدارة كل شيء بناء على احتياجات كل فئة. جمع البيانات إلكترونيا. مثل ما كنا عم نحكي قبل أنه نحن بحاجة لجمع البيانات، لأنه بناء على هذه البيانات نحن بنكون عم نبني قراراتنا، وهذه البيانات هلأ كلها صارت معتمدة على التكنولوجيا وصارت إلكترونية، يعني بكبسة زر من كل المعلومات اللي نحن حاطينها بسيستم تبع الشركة عم نقدر أنه نحصل على هذه البيانات وتساعدنا على بناء قرارات. إن قيام أعضاء الفريق بتثمين أرقام المعالجة الخاصة بهم لجمع البيانات يمكن أن يؤدي إلى بيانات غير دقيقة، ولن يمنحك النتائج التي تحتاجها لتشغيل عملياتك بكفاءة. لذلك من الجدير استخدام لوحات معلومات التقارير والاعتماد على البيانات والتحليلات، ثم تحديد المعلومات التي نحتاجها لإدارة العمل وقياسه باستخدام التحليل لزيادة وتحسين العمليات باستمرار. فكن مركزا على العملاء، صمم عملياتك مع وضع العميل النهائي في الاعتبار، لأنه نحن عم نحكي عن إدارة العمليات والإنتاج، يعني نحن عم نحكي عن الناتج النهائي اللي هو السلعة المنتج أو الخدمة النهائية اللي بدنا نوصلها لهذا العميل. فإذا بإدارة العمليات والإنتاج نحن بحاجة إنه نكون كثير مركزين على العميل وحاطين العميل في الاعتبار، لأنه بالنهاية كل عملنا عم بيصب عند هذا العميل. فكر فيما يرون أنه قيمة وما هم على استعداد لدفع ثمنه، وكذلك مدى السرعة التي يتوقعون الحصول عليها. الاستماع إلى الفريق. الموظفون على المستوى الميداني والمبيعات الداخلية والبائعون لديهم معلومات لا تقدر بثمن، ويعرفون ما يحدث مع المنتج أو الخدمات أو المنافسة. فإذا الأشخاص يلي بيكونوا موجودين على المستوى الميداني، موجودين بالسوق، الأشخاص يلي هن عم يتعاملوا مع العملاء وعم يتعاملوا مع
مع الموردين وإلى آخره، يعني هنا على الخطوط الأولى هؤلاء الأشخاص. نحن بحاجة إنه دائما نكون عم نستمع لهم، لأنه بيعرفوا شو عم بيصير بالمنتج، بيعرفوا شو الشكاوى يلي العملاء عم بيدونوها عن هذا المنتج، بيعرفوا العملاء شو بحاجة هلا، شو بحاجة للتحسين من هذا المنتج إلى آخره، وبيعرفوا أكثر عن المنتج. لهيك نحن بحاجة للاستماع لهؤلاء الأشخاص لحتى نقدر نحسن من أعمال. القياس والتحليل هم المفتاح. نحن ندرس باستمرار أوقات المعالجة الداخلية وأداء الموظفين وقياس معدلات النجاح، ويسمح ذلك بقياس الأداء الداخلي بتجاوز طلب العملاء. المديرون من الشركات التنافسية يغيرون وظائفهم، ويمكن أن تصبح العلاقة الودية تحالفا رئيسيا، تتيح لك شراكات البائعين في تطوير منتجات أو خدمات جديدة، تنمية عملياتك مع التحكم في التكاليف، فيمكن المشاريع المشتركة التي تفيد كلا الطرفين زيادة قاعدة معرفتك بشكل كبير مع زيادة سرعتك في تباطؤ. من المهم النظر في الآثار الجانبية لكل قرار وكيف ينقل التواصل إلى الفريق، فيميل الناس إلى الإعجاب بالعمل ولديهم مشاركة أعلى مع القادة الذين يظلون هادئين ولا يسارعون في إصدار الأحكام. كن استباقيا واستراتيجيا، يعني من النصائح أيضا أن نكون استراتيجيين ونكون استباقيين ونكون هادئين بالعمل ومش نكون متسرعين. التسرع ما بيفيد المدير ولا يفيد أيضا ولا يفيد الفريق. للحفاظ على العمل الهادئ والعمل الفعال الصحيح، لنا بحاجة لقادة غير متسارعين بأحكامهم، وقادة بيفكروا باستراتيجية وبياخدوا قراراتهم على هذا الأساس ما بيتسرعوا. من المهم ألا يتفاعل القادة طوال اليوم، استمر في التركيز على الأرقام. إذا كان هناك شيء لا يعمل كما ينبغي، فمن الأفضل التركيز على البيانات القابلة للقياس بدلا من التركيز على عاطفة خيبة الأمل أو النتيجة. لهيك نحن عم نقول إنه القادة لازم يكونوا استراتيجيين، بيفكروا باستراتيجية وبيفكروا بالأرقام، بيفكروا بأنه نحن بحاجة لناخد قرارات بناء على معلومات دقيقة، بناء على بيانات، مش نكون متسرعين بقراراتنا، الشيء اللي بيكون سيء لنا وللفريق اللي لنا وللمنظمة ككل. عندما يمكنك تعديل عملية وقياسها على طول الطريق، فإنك تزيل الذاتية وتبقي الموضوعية. أيضا كمان من النصائح، واكب المجال، اقرأ كثيرا وتعلم كثيرا عن المجال وواكب التطورات فيه. مثل أي مجال في السوق، أي شركة عندها مجال محدد هي عم تشتغل فيه بهذا السوق وعم تقدم منتجات لسوق معين. نحن بحاجة دائما نواكب هذا السوق، نواكب احتياجات العملاء، نواكب التطورات التقنية التكنولوجية بهذا السوق. نحن شو فينا نزيد على شركتنا وشو فينا نطور من أعمالنا حتى نواكب المجال اللي نحن نشتغل فيه، وأيضا كيف فينا نكون عم نفيد الشركة ونفيد العملاء بنفس الوقت مع مواكبة التطور. يعني بنشوف شو في أشياء هلأ عم تكون جديدة بهذا السوق، شو في معلومات جديدة بهذا السوق، شو في تطورات جديدة، احتياجات جديدة، شو في فراغات وفرص نحن فينا نستغلها بهذا السوق إلى آخره. فأهم نصيحة هي واكب هذا المجال. كمدير عليك مواكبة مجالك، القراءة كثيرا، التعلم كثيرا لتحسين الأعمال داخل المنظمة، وتحسين كمان الرد على احتياجات السوق. فإذا آخر شيء بدنا نعرف، نحن بعد ما حكينا عن إدارة العمليات والإنتاج، ما هو مستقبل هذه الإدارة؟ يمكن استنتاج مستقبل إدارة العمليات من ماضيها، فبينما لا يمكن لأحد أن يعرف على وجه اليقين، يتوقع الخبراء في المجال مستقبلا من البيانات والتكنولوجيا المتزايدة باستمرار، بما في ذلك الأتمتة والوظائف منخفضة المهر. الأتمتة هي لما بده يكون في عنا التكنولوجيا عم تحل محل الأشخاص. مع زيادة الأتمتة سيأتي تغيير تنظيمي شامل، فستعمل العمليات على تقليل التسلسل الهرمي وتسهيل الإدارة. لذلك بينما يشعر الكثيرون بالقلق
بشأن فقدان الوظائف منخفضة المستوى، أرى أنه سيكون هناك تغيير شامل على كل المستويات، بما في ذلك الإدارة العليا. فلن تكون الوظائف السابقة التي احتاجت إلى عمال ذوي مهارات عالية موجودة، لأن الذكاء الاصطناعي هو يلي راح يكون منتشر ويلي راح يوفر نتائج أفضل دون خطأ بشري. ففي المستقبل ستكون المهارات الإدارية الأكثر قيمة هي القدرة على الجمع بين تحليل البيانات والذكاء العاطفي، وهذا شيء لا يمكن لأي خوارزمية استبداله، وسيكون أكثر أهمية من أي وقت مضى. أيضا مستقبل إدارة العمليات هو الإدارة عن بعد، يعني نحن هلأ كمان عم نشوفه من بعد جائحة كورونا كيف صارت معظم الشركات عم تخصص أيام تشتغل فيها عن بعد، تشتغل فيها عن اللابتوبس من البيت أو من المكتب مخصص، ما ضروري الحضور إلى الشركة. فسيؤدي المستقبل إلى إدارة العمليات التي يتم التعامل معها في الوقت الحاضر. لا يوجد شيء لا يستطيع العامل البعيد فعله، وهذا ممكن وسيكون الاتجاه التالي، لأنه بالنهاية بعد جائحة كورونا عرفت الشركات أنه نحن نقدر أن نخصص أيام يكون هؤلاء الأشخاص عم يشتغلوا فيها عن بعد، لأنه خلال الجائحة سكرت الشركات أبوابها، وبالتالي كانت كل الموظفين ببيوتها عم تشتغل، وكانت عم تقدم نفس النتائج اللي كانت عم تقدمها داخل المنطقة. ولكن طبعا بيبقى في بعض الأعمال بحاجة لوجود الموظفين إنهم يكونوا موجودين شخصيا داخل الشركة لحتى يشتغلوا، خاصة الوظائف التقنية يلي بعد التكنولوجيا ما استبدلتها لهلا ببعض البلدان. لهيك الإدارة عن بعد هي مستقبل إدارة العمليات. أيضا تركيز أكبر على جودة العمل، هناك فرص توفرها التكنولوجيا لخدمة أسرع وأفضل وأرخص، فإنه أمر بالغ الأهمية استخدام التكنولوجيا وتفسير البيانات وتحديد العمالة الموجودة، ويجب عليك مواجهة تحديات العمل وبناء قوى عاملة أفضل. فرح يصير في عنا تركيز أكثر على جودة العمل، لأنه التكنولوجيا رح تسهل هذا الطريق، يعني التكنولوجيا رح تساعد على توجد البيانات، ورح يصير في عنا خدمة أسرع وأفضل وأرخص، وبالتالي كمان رح يصير في عنا تحسين لجودة العمل، لأنه كل ما كانت التكنولوجيا بمحلها الصحيح عم تشتغل، كل ما كانت عم بتقل الأخطاء يلي ممكن إذا كان شخص هو عم بيقوم بهذا العمل، فعم بتقل الأخطاء يلي بيقوموا فيها الأشخاص العاديين، لهيك عم ممكن إنه تزيد جودة العمل، وبالتالي كمان بده يكون في تركيز أكبر على هذه الجودة، لأنه الأشخاص هلأ كلهم عم بيروحوا بهذا المسار. كلنا نحن كأشخاص لما بدنا عم نفتش على منتج أو على خدمة صار عنا معلومات أكتر، وصار عنا من وراء الإنترنت صارت المعلومات كتير متاحة لنا، فصرنا بنعرف كيف نفتش على الجودة الصحيحة يلي نحن بدنا إياها من هذه المنتجات أو الخدمات. الموارد البشرية، ينطلق مستقبل إدارة العمليات نحو إنشاء البيانات حول ثقافة العمليات البشرية للشركة، فصدرت عشرات التقارير في السنوات القليلة الماضية التي تؤكد أن عدم مشاركة الموظفين يؤدي إلى خسارة كبيرة في الإنتاجية، أو أسوأ من ذلك ارتفاع معدل دوران الموظفين. فإذا أيضا مثل ما بعض الأعمال وأعمال بعض الأشخاص يعني، ولكن الموارد البشرية بتضلها كمان جدا مهمة، لأنه طبعا رح يكون في عنا أشخاص، يعني الشركات مش رح تكون بس عبارة عن آلة وعم تشتغل، ولكن طبعا في عنا بده يكون في عنا أشخاص عم بتقوم بأعمالها، لأنه أعمالها ما فيها التكنولوجيا تكون عم تستبدلها، وبالتالي الموظفين هم مثل ما قلنا إنه أهم شيء بالنسبة لي الموظفة، وعلينا دايما الحفاظ على هؤلاء الموظفين لحتى ما نوصل لارتفاع معدل دوران الموظفين. معدل دوران الموظفين هي لما بيكون في عنا موظفين بيجوا بيشتغلوا لفترة قصيرة بيرجعوا بيفلوا من هذه الشركة لأنه ما بيكونوا مرتاحين، وبتضل هذه العملية تتكرر. كل ما تكررت هذه العملية وارتفع معدل دوران الموظفين، كل ما كان هيدا
نقطة سلبية جدا للشركة. لهيك نحن بحاجة كتير إنه نحافظ على هذه الموارد البشرية، نحافظ على الموظفين، نقدم لهم قد ما فينا من تدريبات، من محفزات لحتى نقدر نحافظ عليهم كموظفين كفؤين موجودين بالمنظمة. الخدمات القائمة على الموقع سيشمل أجهزة مدركة للموقع ومباني ذكية ستحافظ على نفسها كما يتوقع أحد الخبراء في المجال. على سبيل المثال يمكن للمصعد أن يعرف أنه يحتاج إلى عمل خدمي من خلال مدخلات البيانات، ويمكن أن يبدأ الإصلاح كجزء من سير عمل منظم. سيكون هناك استخدام أكبر للذكاء الاصطناعي للتعرف على وبدء سير العمل، فسيكون هناك أيضا استخدام أكبر للتحليلات التنبؤية. أخيرا ستجد مساواة أكبر بين الجنسين في إدارة العمليات، ولدينا بالتأكيد قيادات نسائية رائعة في العمليات اليوم. هذا التنوع يجلب الكثير من القيم. فإذا رح يكون الخدمات القائمة على الموقع، يعني كمان من وراء التفسير يلي قريناه عن مثل المصعد، كمان هون بنكون عم نحكي عن التكنولوجيا كيف هي رح بتكون عم بتساعدنا على التنبؤ بالمشاكل اللي يعني نحن ممكن نحصل او تصير معنا ونقدر نصلح منها. فإذا الذكاء الاصطناعي رح بيكون منتشر، وهو يلي رح بيساعدنا لحتى نعرف المشاكل فور وقوعها، يعني اول ما تبلش هذه المشكلة نحن دغري بنعرف فيها لنقدر نصلح بأسرع وقت. وبهيك نكون نحن وصلنا لنهاية كورس إدارة العمليات والإنتاج. طبعا نلتقي بكورس جديد. شكرا لكم والسلام عليكم.